بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما يساوي علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، المجلس 56 في كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. فصل في أحكام اللقطة. واللقطة المصريين هو اللقطة بتسكين القاف هكذا، لكن من حيث اللغة الأفضل فتح القاف، لقطة. واللقطة هي التي تلتقط من الأرض، يعني ما يلتقط من الأرض لا يعرف له صاحب وله قيمة أو له طريقة نفع عند الناس، يعني شيء نافع يوجد على الأرض في الطريق ولا يعلم له صاحب يسمى لقطة، لأنه التقطه من لقيه. وهو بفتح القاف اسم للشيء الملتقط، يبقى اللقطة هو الشيء الملتقط. هي طبعا ورد فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور، اللي هو الحديث اللي رواه الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة أو الورق، يعني لأن الدنانير كانت ذهب والدراهم كانت فضة، أو افرض حتى ذهب غير دنانير أو فضة، يعني هي حاجة لها قيمة. فقال اعرف عفاصها ووكاءها، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة. العفاص اللي هو الوعاء اللي محطوط فيه، الجراب اللي موجودة فيه، الشنطة اللي موجودة فيه، كويس، والوكاء اللي هو الرباط بتاعها، يعني الأمارة بتاعتها. يعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يعلن عنها لمدة سنة ويصبر، فإن لم تعرف فإيه فاستبقها، يعني لو ما جاش اللي يعرفها احفظها عندك، ولتكن وديعة عندك. وديعة يعني أمانة، يعني هتبقى يده عليها يد أمانة، كويس، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. طب افرض بعد السنة ما جاش، شأنك بها، يعني استعملها، ولكن لما يظهر في يوم من الأيام تضمنها له، ما ظهرش خلاص. وسأله عن ضلة الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الإبل اللي هو الجمل يدافع عن نفسه، فمش هيخاف عليه من الضياع في صحراء، فعلشان كده بيقوله لو لقيت ضلة الإبل سيبها، أي ماشية وبتأكل من الشجر تشرب من المية لحد ما يلقاها صاحبها. يبقى معناه لو كانت اللقطة لا يخشى عليها من الضياع لا تلتقطها، اتركها حتى ايه يأخذها صاحب، طالما لا يخشى عليها من الضياع. وسأله عن الشاة اللي هي الغنم وجنس الغنم بقى، فقال صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك اللي هو صاحبها يعني، أو للذئب، لأنها لا تستطيع أن تحافظ على نفسها، يبقى في الحالة دي يحفظها هو حتى لا يتركها للذئب حتى يجد صاحبه. ده أصل الحديث اللي اتبنت عليه كل فقه اللغة، أصل الحديث، كويس.
والآية وأدوا الأمانات لأهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فاللقبة دي شبه أمانة لأنه يملكها صاحبها وهي تائها عنه، فعليك أن تحتفظ بها وتؤديها إليه، فتدخل في آية أداء الأمانة. يبقى ده أصل مشروعيتها يعني. ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوه، ما ضاع من مالكه، شوف كلمة ما ضاع من مالكه، ما قالش مال ضاع، لأن قد يكون غير متمول لكنه انتفع به، يعني غير متمول يعني لا يجوز بيعه على مذهب الشافعية، كأن يكون مثلا جلد غير مدبوغ، الجلد الغير المدبوغ ده نجس، جلد ميتة غير مدبوغ ده نجس، ولا يجوز بيع النجس عندنا، لكن ممكن لو دبغه يصير منتفع به. فيبقى ايه لما يقول مال ضاع، هيخرج جلد الميتة ويخرج السرجين، السرجين اللي هي زي ايه، زي ما يخرج من الحيوانات الداجنة اللي هي مربى في الأرياف، الروس بتاعها ده بيستعمل في ايه، في تسميد الأرض، وأحيانا يستعمل في وقود للأفران، كويس، هو نجس عند الشافعية فلا يجوز بيعه لأنه نجس، لكن ينتفع به، كويس، بوضع اليد والحيازة. فعلشان كده يقولك ايه، ما ضاع، ما قالش مال ضاع، خد بالك، ما ضاع غير مال ضاع، لو قال مال ضاع هيغير، هيطلع الحاجات دي، والحاجات دي مطلوبة ايضا لأنه ينتفع بها بحيازتها يعني. لأن في بعض الكتب قالوا ايه، مال ضاع، مال ضاع، بس ده غير دقيق. في النسخة دي مال ضاع. يبقى تشيل اللام، يعني تخليها زي ما هي بس اكتب كده، الأولى أن تكون ما ضاع، لإدخال ما ينتفع به ولا يجوز بيعه. قال إيه، وتدي الأمثلة بقى. يبقى معناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوها. وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، والمقصود بالشخص هنا الحر، لأن العبد الرقيق لا يلتقط لقطة إلا بإذن مالكه، واضح؟ فإن التقط لا يجوز له أن يلتقط اللقطة العبد إلا بإذن مالكه، لأنها هي ممكن تقول إلى ملكه، والعبد لا ذمة مالية له، وبالتالي لابد بإذن مالكه. فيبقى ما يقول هنا شخص يقصد الحر ويخرج العبد الرقيق. طبعا احنا في الفقه المعاصر مش هتفرق معانا ما بقاش عندنا رقيق، لكن داعش دلوقتي بقت تضرب الرقة على المسلمين، داعش بغباوته، واخد بالك، لكن نتعلم يعني ان الرقيق ايه، يعني لا ذمة مالية له، وبالتالي لا يلتقط اللقطة الا باذن سيده، لانه قد تقول الى الملك وهو لا ذمة مالية له، واضح؟ واذا التقطنا اللقطة بيد الامانة بقى لسيدي بقى. طبعا، والتعريف على سيده. يبقى وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، يعني حتى ولو طفل، افرض ابنك ماشي في الشارع لقى غويشة ذهب، جابها لك، قال لك يا بابا، تبقى أنت المسؤول عن تعريفها والمسؤول عن حفظها وتأخذها من يد الصبي، واخد بالك، وكذلك لو مجنون التقط لقطة في الشارع يبقى المسؤول عنها مين؟ وليه، وهكذا. يبقى شخص بالغا، وهذا الشخص حتى ولو كان غير مسلم، يعني مش شرط، ما ممكن واحد يكون كتابي ولقى لقطة، او ده اسمه شخص برضه، نفس احكامه عليه ان هو يعرفها وانه ايه، يقوم بحقها ويحفظها يعني. يبقى بالغا كان او لا عشان يدخل الصبي، مسلما كان او لا عشان يدخل غير المسلمين اللي عايشين مع المسلمين في بلاد المسلمين، فاسقا كان او لا يعني عدلا، رجل امين ولا غير امين، لقطة في موات أو طريق، في أرض موات يعني مهبورة مالها الصاحب، أو طريق يعني مطروق الناس بتمشي فيه، فله أخذها وتركها. في الحالة دي أنا لو لقيت حاجة أنا مخير إن أنا أخذها بس بحقوقها ليها أصول، أو إن أنا أتركها إن كنت أعرف أني لا أقوم بحقها، كويس. إحنا في زماننا ده اللقطة المفروض انك بتلتقطها وتديها للشرطة، ف
فريحنا نفسنا والحمد لله. ليه؟ لان اي واحد بيضيع منه حاجه بيروح فين؟ بيبلغ عند الشرطه، وبالتالي اي حد يلاقي حاجه اذا عند الشرطه، فيبقى تيجي البلاغات للحاجات الضائعه، فالشرطه بتشوف الامارات وتشوف اللي هو جالها من الناس اللي التقطوها، فيبقى دي يعني ايه الشرطه الان بتقوم بوظيفه في توصيل الاشياء لايه؟ لاهلها. فدي برضه حاجه كويسه هتريحك على الاقل من انك انت هتبقى مسؤول عن تعريفها، وانك انت تبقى مسؤول عن صيانتها، وانك انت مسؤول عن ضياعها، لان هيبقى عليك يدك عليها يد ضمان برضه. يبقى لقطة في مواتن او طريق فله اخذها وتركها. احنا في زماننا ده ياخدها يديها للشرطة خلاص. طبعا زمان ما كانتش الشرطة ايه بتقوم بهذه الوظيفة، ايام ما كان الشيخ بيألف هذا الكتاب. فلازم الفقه المعاصر يراعي تغيرات النظم ايه في ادارة الدول، وبالتالي يضيف عليها هذه التغيرات. فله اخذها وتركها. هو بدا بالاخذ لان الاخذ اولى لعدم ضياع المال. ما هو الواو او حروف حروف العطف بتتعاور يعني يجوز فيهاش مشكله. فله اخذها وتركها، ولكن اخذها اولى من تركها. ليه؟ لان اخذها عشان كده بدا بالاخذ قبل الترك. ليه؟ لان الاخذ فيه المحافظه على المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم اضاعه المال والقيل والقال وكثرة السؤال. شوف كلام النبي كده. وبالتالي انا لو تركتها فيها نوع من الاضاعة، ولكن لو اخذتها فيها نوع من الحفظ للمال، وبالتالي يبقى الاخذ اولى. يبقى انا مخير في الحالتين، لكن عندي الاخذ اولى لانه يسير مع مقصود الشرع من محافظة على اموال الناس. واخذها اولى من تركها ان كان الاخذ لها، بشرط بقى ان الاخذ لها على ثقة من القيام بها، يحفظها ويعرفها ويوصلها لاهلها لما يظهر. ادي معناه ايه؟ على ثقة من القيام بها. فلو تركها من غير اخذ لم يضمنها. لو ما اخذهاش وتركها في الشارع، وبعدين بعد كده بعد يومين قابل واحد بيقول له ده انا بدور على حاجة، قال له يا ده انا كنت شايفها في الشارع الفلاني من يومين، قال له ما خدتهاش ليه؟ قال له والله انا خفت بقى لحسن اخدها ابقى مسؤول عنها. يبقى لا يضمنها لانه ما خدهاش. فهمت بقى؟ لكن لو كان خدها وضاعت منه يضمنها. فلو تركها من غير اخذ لم يضمنها، ولا يجب الاشهاد على التقاطها لتملك او حفظ. هو يستحب بس الاشهاد لكن لا يجب. خد بالك يعني انا لما وجدت لقطه الافضل ان انا اشهد على اني اخذتها، علشان كمان انا نفسي لو جرى لي حاجه يبقى اولادي يقوموا بحقها، او اصدقائي وجيراني يقوموا بحقها. كويس. كل الحاجات دي طبعا ماشي على الفقه القديم ايام ما كانوش بيسلموها للشرطه. دلوقتي احنا ريحنا نفسنا، حتى انت في الحرم دلوقتي بتاخد لقطه الحرم في زماننا ده وتديها لمين؟ لحراس الحرم. يعني كان زمان في ايامهم لقطه الحرم لا تلتقط، سيبها. دلوقتي لا، تلتقطها لانها هتضيع مع كثره الزحمه، هتضيع وهتداس بالارجل. ففي الحاله دي بتعمل ايه؟ انت بتلتقطها وتديها، بتديها لحراس الحرم، ومعروف ان اي واحد بيضيع منه حاجه بيروح لحراس الحرم، عندهم حجره للحاجات اللي ضايعه، تخش الحجره تنقي الحاجه بتاعتك. فبقت الامور دلوقتي احسن من ايام زمان من حيث الضبط والنظام يعني. لان لا شك النظام اداره الدول الان اصبح من التقدم اللي بيه، اصبح فيه اجهزه تعينك على تنفيذ اوامر دينك. واخد بالك؟ فدي نقطه مهمه انك انت تستغل الاجهزه المتاحه في تنفيذ اوامر الدين. ولا يجب الاشهاد على التقاطها لتملك او حفظ. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق. افرض واحد مشهور ان هو ذمته يعني غير مضمونة، معاملاته المالية غير منضبطة، ولقى اللقطة دي والقاضي عرف ان اللقطة دي في ايد فلان، القاضي عليه انه ينزعها منه ويضعها في يد امين. كويس. كل ده برضه في الفقه القديم. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، لأن الفاسق ممكن، الفاسق اللي هو غير أمين يعني، لما يجي يعرفها ممكن يعرفها بطريقة مبهمة بحيث إن إيه صاحبها ما يعرفهاش، وبالتالي لأنه هو ناوي ياخدها. فهمت؟ وعلشان كده لا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، بل يضم القاضي إليه رقيبًا عدلًا
يمنعه من الخيانة فيها، وينزع الولي اللقطة من يد الصبي. يبقى لو الصبي لقى اللقطة الولي بتاعه ياخدها، سواء كان أبيه حيا أو عمه، يعني القائم عليه، ويعرفها الولي، يعرفها. ثم بعد تعريفها، افرض مر عليها سنة، يتملكها الصبي، كويس، لأنه اللي لقاها، يتملكها الصبي إن رأى المصلحة في تملكها له. وإذا أخذها أي اللقطة، وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها 6 أشياء. أنا لما ألاقي اللقطة لازم أدون عندي في النوتة بتاعتي قبل ما أنسى، كانت الإيه صفاتها إيه، وعددها إيه إن كان بالعدد، وزنها إيه إن كان بالوزن، لونها إيه إن كان اللون بيميز، واخد بقى، طب نوعها إيه إذا كان النوع يميز. يعني لازم أكتب إيه كل ما يذكرني بيها، لأن ممكن يطول حفظها عندي وأنا أنسى صفاتها اللي لقيتها فيه. يبقى إيه أول ما ياخذها، إذا أخذها اللقطة وجب عليها أن يعرف في اللقطة عقب أخذها 6 أشياء. طبعا 6 أشياء دي كلام الفقهاء، يعني مش النبي اللي قال يعني 6، لكن الفقهاء بيحاولوا يعددوا الأشياء اللي بيها يعرفها. هو النبي قال عرف وكأها وعفصها، وعاءها اللي هو من جلد أو خرقة مثلا، يعني الكيس اللي كانت فيه، الجراب اللي كانت فيه، الشنطة اللي كانت فيه، شكلها إيه، مواصفاتها إيه كده، كويس، وعفاصها. والعفاص هو بمعنى الوعاء، يبقى وعاءها وعفاصها، يعني ما توضع فيه، ووكاءها بالمد والخيط الذي تربط به، وجنسها من ذهب أو فضة، وعددها ووزنها. ويعرف بفتح أولي وسكون ثاني من المعرفة، لا من التعريف، مش يعرف، يعرف الأول، يعني قبل ما يعرف لازم يعرف هو الأول، عشان لما يجي يعرف يعرف بشيء يعرف، يبقى الأول هو يعرف ثم يعرف، واضح. وأن يحفظها حتما في حرز مثلها. خد بالك إن الواحد لما يجد اللقطة في الشارع، كل نوع من الأشياء اللي تلتقط ليها وسيلة حفظ معينة، فلازم يحفظها في الحاجة اللي تناسبها. يعني أنا لقيت حيوان، يبقى الحيوان هشيله إيه في حظيرة الحيوانات، لقيت مال أشيله في الخزانة، لقيت طعام أشيله في التلاجة، واخد بالك، يعني كل حاجة أحفظها فيما إيه يناسبها، في حرز مثلها. ثم بعد ما ذكر، احنا في زماننا ده مثلا لقيت موبايل، لازم تعرف الموبايل ده موديل ايه، وركب ماركة ايه، ولونه ايه، يعني تعرف كل حاجة عنه بقى، لان الوقت دي ماركات وموديلات وانواع وحاجات كتيرة فيه. واذا كان في جراب تعرف لون الجراب بتاعه، وهكذا. اذا كانت سيارة لازم تعرف الموديل بتاعها ولونها ورقم الشاسيه، تروح المرور تطلع رقم الشاسيه وتطلع رقم الموتور، وتشوف كمان في المرور اسم صاحبها ايه من خلال رقم الشاسيه والموتور عند المرور. كل الحاجات دي بقت سهلة في زماننا عن زمان، للي ناوي يأدي الامانة. لكن اللي مش ناوي يأدي الامانة وبيفككها ويبيعها خردة، يبقى دي مشكلة تانية. ثم بعدما ذكر، اذا اراد الملتقط تملكها عرفها. افرض ان انا لقيت اللقطة دي وحطت في مخي ان انا لو ما لقيتش صاحبها بعد فترة هتملكها، كويس، هتبقى ملكي. لو انا عندي هذه النية، واخد بالك ازاي، عرفها هنا بقى، عرفها بعد ما عارف ايه امارتها، هو يعرف هذه الامارات سنة على ابواب المساجد مثلا، الاماكن اللي بيجتمع فيها الناس، ابواب المساجد، نادي مثلا في الحي، مركز شباب في المنطقة، مكان بيرتدوا الناس، زي الوقت في زماننا في قهاوي وفي الكافيه شوب وفي مش عارف ايه وفي المولات. يبقى كل واحد على حسب العصر اللي هو فيه، الاماكن اللي بترتدها الرجلين كتيرة، يكتب ايه اعلان كده ويعمله. الوقت ممكن على صفحة ايه الفيسبوك بتاعته، وعلى النت، وممكن في التلفزيون يعلن. طب والمالية الحاجات دي، ما الحاجات دي بتحتاج تكلفة، ان كانت محتاجة تكلفة هو بنية تملكها، يبقى هو يكلفها، واخد بالك ازاي، وتبقى بذمته. لو وجد صاحبها هياخد منه التكاليف دي من مالكها، ما وجدش صاحبها فهو تملكها، كويس. طب ان كان مش ناوي يتملكها، يبقى من بيت مال المسلمين. احنا قلنا الوقت مش هيحتاج الحكاية دي كلها، في زماننا هيوديها للشرطة، رايح نفسه،
الشرطه ايه اللي هتعرف بقى واللي تعمل. يقول لي اصل الشرطه هتكون مالهاش دعوه، انت بتبرئ ذمتك. فهمت ازاي؟ يقول لي اصل هتاكلها، ما انت ما انت هتاكلها بدلك. ما انت لو ما اديتهاش الشرطه ما انت اللي هتاكلها برضه. يبقى ابعد عنها وبرئ ذمتك واديها للشرطه حتى تؤدي مهمتها، خدت بالك؟ يبقى لازم اما نقرا الحاجات دي نراعي العصر اللي اتالف فيه الكتاب وتغيرات العصر في اداره البلاد علشان نفهم، لان مقصود الشرع هو اداء الامانه لاهلها، هو ده مقصود الشرع لاي وسيله كانت. يبقى انا اعرفها، الشيخ قال لك على ابواب المساجد، دلوقتي في اماكن عامه كتير يرتدى الناس غير المساجد في زماننا ده. يبقى لازم يراعي مثل هذا. عند خروج الناس من الجماعه وفي المواضع التي وجدها فيها، وكمان في الحي والشارع اللي وجدها فيه لازم التعريف يتم في نفس. انا لقيت الحاجه في المعادي اروح اعرفها في مدينه نصر، يبقى في المعادي. لقيتها في المقطم يبقى في المقطم، وفي الشارع اللي انا لقيتها فيه، لان غالبا صاحبها هيجي في الشارع اللي ضاعت منه الحاجه ويسال فيها. دلوقتي ساعات سواق التاكسي يبقى مركب ناس والناس تنسى حاجتها في التاكسي، على سائق التاكسي ده اولا هو وصل الناس دي لبيت معين، يرجع البيت المعين ده ويسال البواب لانه سهل عليه، واخد بالك؟ لو كان متذكر. طب افرض مش متذكر، لقى الحاجات دي في اخر الليل وهو وصل 100 راكب طول اليوم ما يعرفش، يوديها للشرطه، لان اللي ضاعت منه هيروح برضه الشرطه يبلغ ان انا نسيت في التاكسي الحاجه الفلانيه، فالشرطه توصل دي لدي. كويس؟ لكن ما ياخدهاش ويقول ايه يا سلام ده ربنا ما ينساش حد، ده رزق جالي وياخد، ما ينفعش، لانها امانه. واضح؟ ويكون التعريف على العاده زمانا ومكانا، يعني يختلف باختلاف عادات الناس اهو. يبقى ممكن يتطور وسائل التعريف باختلاف تطورات ايه؟ معايش الناس. وابتداء السنه، احنا النبي قال عرفها سنه. طبعا في حاجه تقدر تعيش سنه على الدوام، لكن افرض في حاجه ما تقدرش تعيش على الدوام، طعامه هيفسد، هيبقى ليه نظام بقى تاني غير السنه دي. يبقى الحاجه اللي هي على الدوام يعرفها سنه. ويحسب وقت السنه من يوم التقاطها ولا من وقت تعرفها؟ لا، من وقت تعرفها. يبقى يحسب السنه دي من وقت تعرفها لا من وقت التقاطها. ولا يجب استيعاب السنه بالتعريف، ومش شرط بقى ان طول السنه ياخد اجازه من شغله وطول النهار ينادي في الشوارع عليها، لا. واخد بالك؟ يعني مش استيعابها مش كل يوم. بل يعرف اولا كل يوم مرتين، طرفي النهار لا ليلا ولا وقت القيلوله. يعني يعرف كل يوم كده مرتين اول 3-4 ايام، بعد كده يخليها كل اسبوع اول شهر ولا اتنين، بعد كده ايه يبقى في الاوقات على فترات متباعده. كل ده لما كانت حياه الناس بسيطه واجتماعات الناس بسيطة. والنبي قال ليه سنه صلى الله عليه وسلم زمان؟ على فكره احنا ممكن في زماننا دي تبقى اقل من سنه، لان كان وسائل لو قافله قامت مشيت مسافه بترجع بعد سنه، الحياه بطيئه، فممكن يكون دي وقعت من قافله من القوافل وهتجي لنا بعد سنه، فلازم اسيبها سنه لانه ممكن يكون رحل في قافله وهيجي بعد سنة. دلوقتي بقت الحكايه اسرع من كده، الحياه بقت اسرع من كده، فممكن ما تبقاش سنه، مش على سبيل الالزام سنه يعني، ممكن تكون اقل لسرعه الاتصال وسرعه وسائل المواصلات والحاجات دي كلها. لا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حدد سنه بما يناسب وسائل مواصلات عصره صلى الله عليه وسلم، عشان لو واحد خرج في قافله هيجي بعد 6 شهور يبقى يلاقي حاجته محفوظه. ويذكر الملتقط في تعريف اللقطه بعض اوصافه. لما يجي يعرف اللقطه ما يقولش كل الاوصاف، يقول والله انا لقيت محفظه فيها اوراق ماليه، ما يقولش بقى دولارات ولا يورو ولا مصر. فهمت ازاي؟ يقول والله لقيت انا محفظه فيها اوراق ماليه، اللي يجي يقول لي اللي فيها ونديها له، يقول له بقى لون المحفظه بعد كده، يقول لي ليه الامارات عشان يتاكد ان ده صاحبها. يبقى ويذكر الملتقط في تعريف اللقطه بعض اوصافها، فان بالغ فيها. افرض بالغ في الاوصاف وقالها بوضوح، فقام واحد قليل الذمه قال له ادي بتاعتي وراح قال له الاوصاف اللي هو اصلا لسه قايلها، يبقى يضمن هنا لانه مقصر. بعد شويه يجي صاحبها الحقيقي، يبقى انت ضامن لصاحبها الحقيقي ترجعها له او تدي له قيمتها. فهمت ازاي؟ فان بالغ فيها يعني في الاوصاف ضامنه، ولا يلزمه مؤنة التعريف
لا يلزمه تكاليف تعريفها، لان التعريف ده ممكن يكلفه، ممكن يأجر ناس، يأجر عربية بميكروفون تمشي في الشوارع، ودي عايزة فلوس. وممكن يعمل اعلان في الجرايد ده يحتاج فلوس، او اعلان في التلفاز ويحتاج فلوس وهكذا. يبقى معلهوش مؤنة تعريفها لو اخذ اللقطة ليحفظها على ملكها، مش بنية تملكها، بنية ادائها. لو واخدها بهذه النية يبقى له مؤنة الايه التعريف ليست عليه. طب التعريف عليه مؤنته على مين؟ يرتبها له القاضي او الشرطة. الشرطة ليها اصلا قناة بتتعامل مع التلفزيون، عندها ايه يعني لجنة اعلامية في وزارة الداخلية. اللجنة الاعلامية دي ممكن تعرض الملتقطات اللي لقاياها في التلفزيون ببلاش، واخد بالك ازاي؟ يبقى يستعين بالشرطة بقى، لانها مش هتملكها، وهي بقى اللي تعلن عنها بوسائلها المختلفة. كويس، ممكن تعلن عليها في الراديو، في التلفزيون، على صفحة ايه الاشياء الضائعة في وزارة الداخلية، تعمل كده صفحة ليها على النت وتذكر فيها بعض الاوصاف عشان اللي يضيع له حاجة يجيبها. كل ده بقى ممكن في عصرنا الحالي ايسر من زمان. يرتبها القاضي من بيت المال او يقترضها على المالك. ممكن الشرطة تقوم بيها الوقت اللي هي مكان القاضي، لان كان زمان القاضي في الزمن بتاعهم ده هو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ان واحد، خدت بالك؟ لكن احنا في زماننا بقت السلطة التنفيذية في ايد الشرطة، مش كده برضو؟ والسلطة التشريعية دي في ايد مجلس الشعب، فاصبحت ايه، في فصل بين السلطات. لكن زمان ما كانش في فصل بين السلطات. يبقى لازم نراعي الفرق بين الفقه القديم والفقه المعاصر، فدي نقطة مهمة. وإن أخذ اللقطة ليتملكها، افرض بقى أخذ اللقطة بنية تملكها لو لم يجد صاحبها، وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها، لأن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، سواء تملكها بعد ذلك أم لا. طب افرض إن أنا تكلفت في تعريفها وبعدين وجدت صاحبها، أديها له وآخد منه تكاليف اللي أنا اتكلفتها، أو أتبرع له، واخد بالك؟ يبقى انا ايه قدامي؟ او ان كانت اللقطة لها قيمة مالية كتيرة اخصم منها مصاريف. افرض ان انا لقيت شنطة فيها $1,000,000، مصاريف تعرفها كلفتني $1,000، خلاص اخد $1,000 من الشنطة من مليون، ودي له مليون الا 1000، اقول له الالف دي ايه تكاليف تعرف، وهكذا. يبقى على حسب. ومن التقط شيئا حقيرا، لقى مثلا جنيه على الارض او 10 جنيه الوقت في زماننا ده، يعني احنا هنيجي زمن او احنا جينا فعلا الزمن ده، لو وقع منك جنيه يمكن ضهرك بيوجعك، تقول انا مكسل اوطي جنيه، واخد بالك؟ ما انا لو وطيت اجيبه ضهري بيوجعني، هجيب دواء ب 20 جنيه يسكن لي الم ضهري فيسيب، لان شيء حقير. فما تعملش انت بقى شغلانه وتعمل لي اعلان في كل حته ب 100 جنيه عشان انت لقيت 10 جنيه، يعني خلي برضو عندك يعني تمييز. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. فإن لم يجد صاحبها بعد تعرفها سنة، وقلنا السنة دي قابلة للمناقشة في الزمن بتاعنا، لإيه؟ لسرعة الاتصال ووسائل المواصلة. كويس، كان له أن يتملكها بشرط الضمان. يبقى في الحالة دي بعد المدة المحددة يتملكها، بس بشرط يضمنها، يعني لو جاء صاحبها يدي له قيمتها ان كان تصرف فيه، بشرط الضمان لها، ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنه. يعني اما تمر السنه عشان يتملكها لازم يشهد الناس انه تملكها، يشهد شاهدين عدل انه تملكها، بل لابد له من لفظ يدل على التملك، يقول لاولاده قدامه او اهله انا تملكت هذه اللقطه، الامانه اللي في ايدينا وهنتصرف فيها، ويفضلوا حافظين برضو صفاتها عشان لو ظهر صاحبها في يوم من الايام يرجعوا له قيمتها او مثلها. كويس، كتملكت هذه اللقطه، فان تملكها وظهر مالكها وهي باقيه، افرض تملكها وكانت غويشه ذهب فاداها لمراته اتزينت بيها، بعد 10 سنين جاء الراجل مالكها بيقول ده انا كنت ساكن في الحي ده زمان، وقعت مني غوشه مراتي قدرا كده، وقاعد بيصلي جنب الجمعه، واخد بالك؟ وبعدين بعد كده سافرت ورحت وجيت، فالراجل قال له طب والغوشه دي شكلها ايه؟ قال له ده فيها خرزه حمراء، قال له ياه، وذهب عيار ايه؟ قال له عيار 21،
طب عرض ايه؟ عرضها ايه؟ طلعت هي اللي ادها لمراته. فهمت ازاي؟ يبقى في الحاله دي باقيه زي ما هي، علني قلعها من ايد مراته ويرجعها للراجل. فهمت ازاي؟ فان تملكها وظهر مالكها وهي باقيه يعني على حالها، واتفق على رد عينها او بدلها، فالامر فيه واضح. افرض الراجل قال له ايه؟ قال له انا لقيتها بس انا اديتها لمراتي وهي لابسها بقى لها 10 سنين وانا مكسوف ان انا اخدها منها، ادي لك قيمتها. فهمت ازاي؟ جائز صاحبها لو وافق ياخدها يدي له قيمتها. واخد بالك ازاي؟ ها؟ وقت التقاطها. ما ممكن ايه؟ وقت التقاطها تبقى اغلى كمان على فكره، ممكن تبقى ارخص، كل شيء جائز. وبعدين هو مش ملزم ان يوافق صاحب اللقط. فهمت ازاي؟ ده لازم بموافقته برضه. افرض قال له لا انا عايزها هي، لان دي كانت وارثها من امي وليها ذكرى كويسه عندي. خلاص اديها له بقى، ما فيش حاجه اسمها ايه مراتي واكثر خطيره، لان هي اصلا ايه يد عليها يد ضمان. واضح؟ طب افرض تنازعها بقى. قال له انا هديك قيمتها، ما اقدرش اقلعها من ايد مراتي، هتعمل لي مشكله عائليه واسريه. يقول له لا هي نفسها ماليش دعوه. فحصل نزاع، يروحوا للقاضي، القاضي يفصل بينهم. كويس؟ وان تنازع فطلبها المالك واراد الملتقط العدول الى بدلها، القاضي يحكم لمين؟ يحكم للمالك في الاصح. يعني دليل ان مقابل الصحيح يحكم للملتقط لانه حفظها لها سنين طويله، فبرضه لازم يديله نوع من الايه من التشجيع. يبقى مقابل الاصح ايه؟ الصحيح يديله بدلها. ما هو كويس انه حافظها والراجل اعترف تشجيعا له يعني، لكن الاصح ان ايه؟ ادوا الامانات الى اهله، فده الاصح اللي عليه الفتوى يعني. وان تلفت اللقطه بعد تملكها، افرض تلفت بقى، غرم الملتقط مثلها ان كانت مثليه، يعني لها مثل يبقى يغرم مثلها. طب ما لهاش مثل يعني هاند ميد، الهاند ميد ده ملوش مثل. فهمت ازاي؟ يبقى يديله قيمتها. انما دلوقتي ايه الحاجات كلها معظمها معموله في الفابريكا، طب شبه بعض، كله شبه بعض، الفابريكا والمطبعه بقت ايه؟ ليها بدل، خدت بالك؟ لها مثل. انما الحاجات المثليه زمان اللي هي لا مثل لها، لان كان حتى يعني التفصيل حتى الجلابيه تتعمل هاند ميد باليد تتغزل والشغل اللي عليها ومش عارف ايه، كل ده هاند ميد، فتقدرش تجيب واحده تبقى الاصل من التاني. واخد بالك؟ لكن دلوقتي ما اقدر تجيب طبق الاصل. فعلشان كده بيقول لك ايه؟ ان كانت مثليه يديله مثلها، او قيمتها ان كانت متقومه يعني لها قيمه. يديها له امتى؟ قيمتها امتى؟ يوم التملك لها، لما اراد يتملكها بعد سنه من التقاطها. وان نقصت بعيب فله اخذها مع الارش في الاصح. طب افرض ان هي اصابها بعض العيوب فقيمتها قلت، يردها لصاحبها ويديله فرق القيمه القرش. فهمت ازاي؟ لو طرا عليها عيب، ده اسمه القرش النقص، يسموه قرش النقص. خدت بالك من قرش النقص؟ يبقى يردها ويدي عليها ما يعوض ما طرا عليها من نقص. يعني هي كانت قيمتها مثلا 100 جنيه، طرا عليها نقص بقت قيمتها 80 جنيه، يديها له ويديله عليها 20 جنيه. خدت بالك؟ ده اسمه قرش النقص. خدت بالك؟ هتيجي بقى الامثله بقى الحيوان دي، هتيجي الحيوان لانه مشكله. واللقطه وفي بعض النسخ وجمله اللقطه على اربعه اضرب، يبقى الملتقط ده اربع انواع. خد بالك بقى، احدها ما يبقى على الدوام كذهب وفضه، ده بيبقى على الدوام لا يتغير. فهذا اي ما سبق من تعريفها سنه وتملكها بعد السنة حكمه، أي حكم ما يبقى على الدوام. يعني كل الكلام اللي اتكلمناه ده في اللقطة التي تبقى على الدوام. كويس؟ الضرب الثاني يعني النوع الثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، فهو أي الملتقط له مخير بين خصلتين، أكله وغرمه. دي أول خصلة، يأكله ويشوف قيمته قد إيه ولما يجي صاحبها يديله قيمته. كويس؟ ده لما يبقى طعام رطب، اي غرم قيمتي. الخصله الثانيه افرض مش عايز ياكلها، اكله دي ما يبيعه،
ويشيل القيمة او بيعه وحفظ ثمنه الى ظهور مالك. ده النوع الثاني اللي هو ايه؟ لا يبقى على الدوام، زي طعام يفسد، يا اما ياكله ويعرف قيمته، يا اما يبيعه ويحتفظ بقيمته لما يجي يبيعه. الثالث ما يبقى بعلاج، اللي هو ممكن تحافظ عليه لكن تحتاج انك انت تعامله معاملة مخصوصة عشان تحافظها. هذه معنى العلاج، انك تعامله معاملة مخصوصة للمحافظة، كالرطب مثلا والعنب. الرطب ممكن تحافظ عليه لو تمرته، والعنب تحافظ عليه لو زبته، يعني محتاج علاج كويس. فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه، ان كان ما عندوش قدرة على انه يتمره او يزببه يبيعه، او يحوله لمربى يبيعه، خدت بالك، ويحفظ ثمن، او انه يجففه ويحفظه الى ظهور مالك. النوع الرابع ما يحتاج الى نفقة كالحيوان اللي انت بتسأل عليه، وهو ضربان. احدهما حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني حيوان ما يعرفش يدافع عن نفسه، يحتاج حد يرعاه، ده اسمه حيوان لا يمتنع بنفسه، من صغار السباع كغنم وعجل، والطيور برضه زي الدجاج والبط والوز، كل ده لا يمتنع بنفسه. فهو اي الملتقط مخير فيه بين ثلاثة اشياء، اكله وغرم ثمنه. اول حاجة يعني ياكله ويطبخه ويعمله ويعرف قيمته قد ايه وامارته ايه، لما يجي صاحبه يديله ثمنه، او تركه بلا اكل والتطوع بالانفاق عليه. هو الراجل اصلا لقى حيوان وهو اصلا مربي ماشية، فسهل عليه يحطه مع المشاية، واخد بالك ازاي؟ يبقى او تركه بلا اكل والتطوع بالانفاق عليه، او بيعه، الخصلة التالتة، او بيعه وحفظ ثمنه الى ظهور مالك. سهلة، يبقى يا ياكله ويعرف قيمته، يا يبيعه ويحفظ ثمنه، يا اما يحفظه وينفق عليه تبرعا منه حتى ياتي صاحبه. هو مخير بين الخصال دي، واضح؟ او تركه بلا اكل والتطوع بالانفاق عليه، يعني او تركه يعني بلا اكل من جهة ينفق عليه، لكن هو يتطوع بالنفق عليه. فكلمة بلا اكل دي سيبك منها، اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق عليه، او بيع وحفظ ثمنه. بعد الاذان بس نكمل ايه الحكمة. أو تركي بالعقل يعني ما يأكلش. محمد رسول الله. آه بالأكل منه يعني. حيا الصلاة. بس هي يعني بالأكل له يعني. حيا الصلاة. هو لو شالها أحسن، يعني هتعمل نفس. حيا للفلاح. الله أكبر، الله أكبر. يبقى الشيء الملتقط اذا كان حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني يحتاج حفظ، مخير بين انه هو ياكله ويغرم ثمنه، او يتركه لا ياكله ويتطوع بالانفاق عليه، كويس، او يبيع ويحفظ ثمنه الى ظهور ملك. النوع الثاني بقى حيوان يمتنع بنفسه، اللي هو النبي قال على الابل ما لك ولها مع حذاؤها، واخد بالك، تاكل من الشجر وترد الماء حتى يلقاها ربها. ده نص النبي كده، قال له لو لقيت ان ضلت الابل اعمل اللي فيها يا رسول، قال له مالكش دعوه.
هي بتمتنع بنفسها، ما حدش يقدر يتحكم فيها، هي ماشيه بتاكل وتشرب ولحد ما يلقاها ربها. ده نوع يمتنع بنفسه. والثاني حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس، فان وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك، فلو اخذه للتملك ضمنه. واضح؟ مثاله اللي هو كالابل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وان وجده الملتقط في الحضر، يبقى لو وجده في الصحراء يسيبه. طب لو وجده في الحضر، الحضر ما ينفعش حيوان ماشي في الشارع كده الناس هتاخده. فهمت ازاي؟ فهو مخير بين الاشياء الثلاثه فيه اللي هم اللي فاتوا، يا اما ياكله ويغرم ثمنه، يا اما يحتفظ به وياكله تطوع، يا اما يبيعه ويحتفظ بثمنه. المقصود هنا التطوع دكتور، لو رده الى مالكه لا يطالب باجر النفقه. او يطالبوا بعدين، يعني كانه بيديها له مقدم، ممكن يطالبوا بعدين. يبقى كده ايه، خلصنا تقريبا ايه موضوع اللقطه. في حاجه متعلقه بهذا الباب اللي هو اللقيط بقى، احكام اللقيط اذا كان، لان اللقطه دي كل حاجه الا الانسان. طب افرض الانسان بقى لقيط، ليه احكام تانيه بقى؟ والانسان اللقيط ده قد يكون طفل صغير، وقد يكون رجل ما فقد عقله، واحد عنده زهايمر، تسأله راجل كبير عنوانك فين مش عارف، بيتك فين مش عارف، ولقيته في الشارع ماشي كده، او ده اسمه لقطة برضه، لقيط، خدت بالك؟ سموه منبوذ ساعات، لانه ايه ترك في الطريق منبوذ. في سؤال مشهور بين العوام، اللي يلاقي لقطة يلاقي 10%. ده القانون اللي عمل، القانون اللي عمل كده ان ياخد 10% منها تشجيعا للناس على اداء الامانة، لان حاكم المسلمين وجد ان الناس عندهم تقصير في اداء الامانة، فقال ان هو ايه يشجعهم، فقال اللي يلاقي حاجة ياخد 10% من قيمتها ان ردها لصاحبها بالقانون، يعني تشجيعا له. لكن الشرع تاركها ديانة. فهمت ازاي؟ لو حاجة لها تاريخ صلاحية نفس الحكاية هتفسد، يبقى ما يوديها يبيعها ويشيل ثمنها. زي الطعام، زي الطعام لان الصيدلي ممكن ما هو تملي اللي بيضيع منه ده وما بيدورش عليه، تملي كده، لانه برضه ليه تاريخ صلاحيه، مش هيدور عليه ويجي بعد 10 سنين يقول لك اديني الدواء بتاعك. فهمت ازاي؟ فما تقلقش على موضوع الدواء، والله لقيت صيدلي ياخدها يبيعها لك خير وبركه، ما لقيتش حطها في مستوصف غلابه كده خيري يديه للمرض. والاجر وهي هتوصل ليه برضه، وهتوصل ليك انت لانك احسنت في ايه، في ادارتها. فصل في احكام اللقيط. وهو صبي منبوذ، هو طبعا قايل صبي لكن مش مقصود صبي، هو انسان منبوذ، سواء كان صغير في السن او كبير، ولكنه مجنون وفقد عقله او شيء منه، وممكن يكون ايه فقد ذاكرته، حادثه عربيه فقد ذاكرته، يعملوا عليها افلام بقى وتمثيليات وشغلانه، تبقى فقد الذاكره بقى ويعمل لك عليها روايه، وحسن الامام يشتغل وشغلانه كبيره، اسمه لقيط برضه، خدت بالك؟ يبقى وهو صبي منبوذ لا كافل له من اب او جد او ما يقوم مقامهما، ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ. واذا وجد لقيط بمعنى ملقوط، يبقى لقيط هنا بمعنى ملقوط، زي قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، يعني فاعل بمعنى مفعول، كتير في اللغة تلاقيه. وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. يبقى في غير الآدمي مخير بين أنه ياخده ما ياخدوش، في غير الآدمي، في الآدمي واجب على الكفاية. يبقى في الآدمي احتراما له إيه؟ واجب على الكفاية. فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، جميع أهل الحي يعني أو البلدة، كويس؟ يأثموا جميعا لو لم يلتقطه أحد منهم. الوقت طبعا بقى في بيت مسنين بتاخده على بيت المسنين إذا كان كبير، وإذا كان طفل صغير بتوديه على إيه؟ الأماكن بتاعت رعاية الأمومة والطفولة، مراكز رعاية الأمومة والطفولة بتاخده وتوديه في دار إيه؟ تربية الأيتام ورعاية الأيتام والحاجات دي، بقى احنا يعني حياتنا دلوقتي أسهل من زمان. ولو علم به واحد فقط تعين عليه، افرض إن اللقيط ده ما حدش عرفه إلا بني آدم واحد في المنطقة، يبقى واجب عليه إنه يلتقطه بقى.
يبقى واجب عليه على التعيين، ويجب في الاصح الاشهاد على التقاطه. خد بالك علشان بعد ما يكبر ما يظنش ان هو ابن لهذا الرجل فيدخل في الارث فيشهد ان ده مش ابنه بس هيربيه. فهمت؟ واشار المصنف لشرط الملتقط بقوله ولا يقر اللقيط الا ولا يقر اللقيط لا يعني نسيبه في يد من اخذه الا بيد امين. واخد بالك؟ ولا يقر اللقيط يبقى اللقيط وانا عندي حطيت لي كسره تحت الطاء هي ولا يقر اللقيط لانه نائب فاعل. ولا يقر اللقيط الا بيد امين حر مسلم رشيد. يعني اللقيط ده الطفل اللقيط ده دلوقتي في القانون المصري لو الطفل اللقيط ده وجدته اسره مسيحيه واحنا بلاد غالب الناس اللي فيها مسلمين لا تقر على تربيته والا هتطلعه مسيحي، القانون المصري يمنعهم. فهمت ازاي؟ يبقى لانه ده غير امين على تربيته في نظر القانون المصري. ليه؟ لان الدين الرسمي للبلد الاسلام. فهمتني بقى ازاي؟ وده اللي معمول بيه. يعني كانوا يروحوا في رعايه الامومه والطفوله بعض الاسر المسيحيه نفسهم يبقى عندهم طفل متبنى ما بيخلفوش وهم عندهم التبني جائز على دينهم يعني، ويروحوا يتحايلوا على مديرين الصحه المدنيه، القانون يمنعهم. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانه هيطلعوه مسيحي واحنا بلد دينها الرسمي الاسلام. فهمت ازاي؟ لانه بيعتبروه. لكن لو ما نصش القانون وسايبه، طب لو ثبت ان الطفل ده مسيحي مثلا، خلاص لو ثبت بقى عليه علامه في صليب هيدهوله خلاص، لكن ما عليهوش علامه يبقى هو يولد الطفل ايه؟ على الفطره وابوي ومجلسها. لقينا مره طفل وقالوا لما رحنا للمركز ده ورحنا الاسم نسميه، فقالوا لازم ان يتسمى اسم يحتمل الاثنين. لا يحتمل الاثنين ليه؟ لان ممكن يجوا اهله يظهروا في يوم من الايام ويطلعوا من ايه؟ مسيحيين. يمكن اهله يطلعوا يعني بيحتاط للمستقبل بس. فهمت؟ لكن ما يقدرش يديه في ايد غير المسلمين في بلادنا على الاقل، لان احنا قانوننا كده. يمكن تروح بلاد تانية تلاقي قانونهم ما بيبصش لديانه الملتقط. احنا في قانوننا المصري بيبص للايه؟ لديانه الملتقط. لان احنا كنا بنشتغل زمان في رعايه الامومه والطفوله وكنا بنشوف الحاجات دي اول ما اتخرجنا يعني. وكانت القوانين دي ما يعني احنا عرفناها لما اشتغلنا، ما كناش نعرفها. الا بيد امين. تعريف الامين ايه؟ حر مسلم رشيد. فهمت ازاي؟ ادي الامين حر مسلم رشيد. فان وجد معه اي اللقيط مال، افرض اللقيط ده زي ما بيجيبوه في الافلام بقى ابن بشوات وبتاع وحاطين معاه رزمه اموال، بقى اللقيط ده معاه مال تنفق عليه من ماله. فهمت ازاي؟ بس تنفق عليه من ماله بمعرفه المجلس الحاسبي عشان لا تسيء. لازم ايه؟ اما تلاقيه تخبر الحكومه والحكومه تخبر المجلس الحاسبي وتحرز الملكيات تعينك بعد كده ولي على هذا الصبي وما تنفقش من ماله عليه الا باذن هذا المجلس حتى لا تسيء استخدام المال. كويس؟ كل ده بسبب ايه؟ ضياع امانه الناس. عشان كده فإن وجد معه أي اللقيط مال أنفق عليه الحاكم منه، الحاكم اللي هو تكتب فوقيه المجلس الحاسب. في الزمن بتاعنا اسمه المجلس الحاسب. ولا ينفق الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم. وإن لم يوجد معه، طب افرض معهوش مال، أي اللقيط مال فنفقته كائنة في بيت المال، يعني الحكومة تقوم بيه، تتولى بيه، الهيئات الحكومية المختلفة تتولى بيه. إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطة، افرض في وقف بينفق على اللقطة، يبقى خلاص ينفق عليه من هذا الوقف. ما فيش وقف يبقى الحكومة تتكفل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.